فكرة لازم تحترم حزنك دي وقفت عندها. يعني ايه احترم حزنك؟ يعني ادي مشاعرك حقها، ما دام انت زعلانه عبري عن زعلك بالطريقه بتاعتك انت، زي ما انت قلتي كده. في ناس تقول لك ما تعيطش، لا انا بعبر عن حزني بالعياط. في ست بتعبر عن حزنها بانها تكتب. هل في مثلا معزه واحده ميت لها حد عزيز، هل ينفع ما تعيطش يا جماعه؟ ايه الجمله اللي ملهاش 30 لازمه اللي انتوا بتقولوها في العزيان دي؟ انا ببقى قاعده والله العظيم يعني خلاص طيب بالظبط، البقاء لله او طبطبي عليها، انما انا بسمع ما تعيطيش انت مؤمنه، ببقى عايزه اقول لها ما تعيطيش انت مؤمنه ايه، وانت لو مكانها مش هتعيطي. الايمان، شده الايمان او قلته ملهاش اي علاقه بالتعبير عن اللطم. ماشي اللطم لا، تمام، انما بتعيط تمام. يعني زعلانه. هفهمك النقطه دي، احنا داخليا راضيين بقضاء الله وقدره، لكن الدموع اللي نازله دي نازله وجعا على فراق او اختفاء شخص مش موجود في حياتي طبعا، تمام، وده كان قدرا اللي هو غصب عنك. فما ينفعش اللي هو ما عيطش، يعني انا والدتي توفت او والدي او ابني او حد عزيز عليا، حتى الحزن، ما هو ربنا خلق لك الدموع ليه؟ ما عشان تعبري بيها عن حزنك او تعبري بيها عن سعادتك. طب ليه ما بتسمعيش في الافراح مثلا لما تشوفي ام دموع الفرح، دموع الفرحه، ليه ما نقول لها ما تعيطيش؟ ما انا ممكن اقول لها ما تعيطيش لتبوظي المكياج، ما تعيطيش لتنكدي على بنتك. ساعات بنقول بس يعني ايه، بس مش زي واقعي ما تعيطيش لانه ابنها ميت، او يعني بعد الشر عن كل الامهات، بس خلاص ابوها مات يعني. بصي ده بمنتهى البساطه، لو ما احترمتيش مشاعرك بعد كده هي مش هتحترمك، هتقوم ضربه لك بقى حاجه، هي هتبهدلك. لو جيتي على نفسك وما احترمتيش الشعور بتاعك ايا كان، الاربع شعور الاساسيه عندنا كبشر، الحزن والغضب والخوف والسعاده، لازم تحترمي كل شعور منهم وتدي له حقه وتظهريه صح. طيب دلوقتي انا مضغوطه، انا يعني زعلانه، انا حزينه، اديني غير ان انا احترم، اقعد اعيط، تمام، انفس، اديني حاجات تانية اعرف اخرج فيها الحزن واخرج من دايره الحزن. في حاجه اسمها دايره الحزن، تمام، عايز اخرج براها. دايره الحزن دي عشان نخرج براها، في حاجات مثلا من الدين بتاعنا، اول حاجه قلنا ما لا يقضى بالفكر يقضى بالذكر. لو قريتي سوره ألم نشرح لك صدرك، دي كفيله. في حاجه تانية، حديث عن الرسول، العلاج بالتلبينه، يعني قال لك فيما معناه انه لو واحد مثلا حصلت عنده حاله وفاه او فقد، نعمل له التلبينه دي، هنتعمل زي الشاي، هي شعير في ميه سخنه بتتشرب، دي فعلا مهدئة. سبحان الله، غير انها مهدئة، غير طبيعية، مهدئة طبيعي قصدي، وكأنها بتقلل او بتعدل الهرمون اللي بيعلى وبيسبب الحزن الشديد. شعرية باللبن قصدك؟ الشعير، شعير اللي هي بنقول عليها التلبينة، الشعير، تمام، في ناس كتير عارفين التلبينة دي، كأنها كوباية مية مغلية وفيها الشعير دوت، تلبينة دي بتتشرب، تمام؟ ماشي، ادي حاجة تانية. تالت حاجة، تالت حاجة، ده انا بقول لك بقى من الحاجات السريعة اللي ممكن نعملها، افتكري بسرعة او بصي وراكي هتلاقي انك عديتي بحاجة اكبر من كده وجعتك، اللي هو بمعنى ايه، صغري الكارثة اللي انت فيها او صغري السبب اللي انت فيه، وكبري نفسك، مش كبري نفسك يعني تبقي متكبرة، لا، كبري قدراتك انك مريتي بحاجات اصعب من كده بكتير وعديتي منها. صحيح، تمام. الحاجة التانية بقى، الحاجة العملية، تمام، كل واحد ليه طريقة معينة بتلهيه في الدنيا. في واحدة المذاكرة والشغف والشغل يلهيها، في واحدة القعدة مع أصحابها وأهلها، وإنه يبقى في ناس في حياتك، صحيح، ناس إيجابية، ناس تشدك تقومك من اللي أنت فيه، تمام. يعني فكرة إن أنا أقفل على نفسي ومش عايزة أكلم حد ومش عايزة أقعد مع حد ومش عايزة كده، دي ممكن تبقى تمرض جدا. اعمليها يعني، اعمليها بس لمدة يوم، بس خروجي برا، بس لازم ما تطوليش المدة عن كده، لانها هتبلعك، الدايرة هتكبر عليكي، مش تعرفي تطلعي. مروة السعيدي بشكرك شكرا جزيلا، منورانا دايما. احنا عندنا فاصل قصير ونرجع نكمل حلقتنا.